السلام عليكم. صباح الخير. اليوم راح نروحوا شلالة ايد في الكاي بجاية ان شاء الله. يعجبكم الفلوق ودعمونا ويعطيك الصحة وبارك الله فيكم. اليوم بعد جنة خليك مع اجمل مناظر من دخلة بجاية. نبدأ بها ان شاء مناظر طبيعية في ولاية بجاية كأنك في ماليزيا أو إندونيسيا. وصلنا لنا في الكاي. من هنا يبدأ سد درقينة ولاية بجاية. يجي من الشلال الفوق ويجي هنا يا تحت هذا الجسر. منظر ولا في الأحلام، روعة. نزلنا لهنا، بدينا الروندوني تاعنا من سد درقينة حتى الشلال افلكاي. أهالي المنطقة هذه في بجاية طيبين، يعني ناس طيبين ما شاء الله. بسم الله نطلعوا لينا الري والبناء. بس ما ناظر ولا في الأحلام. ربي يبارك قوة. تمتعت بجمال المناظر في هذه المنطقة بجاية، يعني روعة روعة ما شاء الله.
صوت المياه ينحي على الخاطر في هذا الواد. انا وصلنا شلالات ايت في الكي بجاية. من هنا اللي يحب يقاري السيارة تاعو يكمل ابي ولا يطلع مع جبل، طريق صعبة شوية. عارف عزيز بعد عناء طويل لحقنا لوها وكي. لا 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 يا الله، اسمع اسمع صوت الطبيعة راحة ما شاء الله. ما يمسلك هذا منا صعيب، هي مليحة تجي منا. احنا جينا في البلاصة اللي صعيبة وليتها تزلق وعلى دونجي بزاف. هاي الطريق من هيك تجي من هيك، احنا جينا من ما يمتع منها مراشك ذاك. شوفوا ما شاء الله ربعة بيبارك. ما شاء الله شش الشلة الثاني شوف شوف. كذا يا ربي ما شاء الله ثلاث. ما شاء الله روعة. ايه تعبت انا ما راح باطل ما شاء الله. شوف شوف Yeah.
ما شاء الله، ربعك الله، زين زين.
بارد 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 متصور في الدماء. أنا جاي. أبغى نقول لك. What are you doing?